الله أكبر، الجزائر تهتز اليوم بخبر وفاة المجاهد الأسد الأخضر بورقعة، أسد من أسود الثورة التحريرية المباركة، رفيق عميروش أيت حمودة، رحمهم الله جميعا وأسكنهم فسيح جناته. عمي الأخضر بورقعة كان رمزا من رموز الثورة التحريرية المباركة، كما أنه شارك أيضا في حراك 22 فبراير المعروف بمواقفه الرجولية والجريئة. شاء الله أن يتوفاه في هذا الشهر المبارك، شهر اندلاع الثورة التحريرية. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك. إنا لله وإنا إليه راجعون.